أقرأ ما يلي وأجيب. ما كانت الشمس تنتشر فوق الوادي السدود حتى تنادى جيراننا للذهاب إلى الحق، حيث تنتظرهم ثمار الزيتون التي تقتل الغيث، وتجتمع كثريات علقت على أقطار انطلقت نحو الفضاء، فأحضرت أوراقها فاخضرت أوراقها وتشابكت جذوعها، وكأنها ترصد أنفاسها أو تتباعد حتى لا تهزمها رياح الخير. جيد، أنا أجدر بما يناسبه ما ورد على جميل. كان مدارع مرفوع ينتشر. جيد. منصوب بالفتحة الظاهرة ترفض ترفض كانها ترفض. أين متى يكون منصوب الفعل؟ ماذا ينصب الفعل؟ ما هي أدوات النصب؟ هل هي تطرق هذا الفعل؟ كلا. أن تفترق. أن تفترق، جيد. منصوب الفتحة المقدرة فاطمة؟ لا يوجد. جاد؟ فعل ماضي انطلقت. جيد. فاعل؟ أحسنت. مضاف إليه جوابي. مضاف إليه جوابي. هل تشغل الفاعل كأن؟ جيد. الاسم؟ الها. الخبر؟ ضمير متصل في محل جر بالإضافة. ما مع ضمير متصل في محل جر بالإضافة؟ بما يتصل؟ بالاسم. في محل جر بالإضافة يتصل بالاسم. أي ضمير؟ الهاء في أمر كرة. أحسنت. باء. أحرك أواخر الكلمات وفكر أعلى. جيد. شريف. ما كادت الشمس تنتشر فوق الروابي الكسرة طبعاً والسهول. تنادى للذهاب تصرخ إلى الحق. جيد. حيث تنتظرهم ثمار الزيتون التي تقطر زيتا. أحسنت. وتجتمع كثريات علقت على أغصان على الأغصان على أغصان أغصان انطلقت نحو الفضاء. أحسنتي. أمتى؟ فاخضرت أوراقها وتشابكت ضلوعها. تشابكت ضلوعها. أحسنت. وكأنها ترفض أن تفترق أو تتباعد. أحسنت. شكرا لك. فكأنها ترفض حتى لا تهزمها الرياح خريف. جيد. يلا شهد. أعلم ما تحتوي القدس في الفكرة. تنادى. ماذا فعل؟ ماضٍ. أبني على الفتحة. أحسنت. نصفق لها. زين. فاطمة. ثمار. ثمار. مكتوب على الفتحة حبيبي على آخره. ثمار. ماذا؟ ثمار. ثمار فاعل للفعل تنتظره مرفوع وعلامة رفعه ضمه ظاهر على الأرض.
أحسن زيتا لنا زيتا مذكور به حاسب ألم الفضائي الفضائي مذكور به السؤال الثاني شريف حول أفعال مجردة إلى مزيدة كيف نحول أفعال مجردة إلى مزيدة؟ ما هي الخطوات التي نقوم بها؟ بعد هي مجردة نريد أن نزيد ألف. كم حرف نزيد؟ حرف أو اثنين أو ثلاثة. جيد، بحسب ما يكون ثلاثي أو رباعي. رمى ارتمى سبقة رمى. من يعطيني مزيد من رمى؟ مزيد آخر ارتمى. ارمى معادة ضع في جملك معادة قبيلة أكبر بس في برهنة وقالة بس رقم 4 محمد برو أول أفعال لازم المتعدد لازم ثم أضع كل فعل في جملة تامة أشعل تألق تابعته ألبس ما معنى أن نحول أفعال من المتعدي إلى اللازم؟ ما الفرق بين المتعدي واللازم؟ ما هو فعل المتعدي وما هو فعل اللازم؟ المتعدي هو الذي يتعدى على فعل اللازم والذي بفعل. أحسن. أشعل. اشتعلت الشمعة. أحسن. كامل. تآلف. تألف الكاتب الكلمات الرابعة مع كلمات الرابعة ألف الولد على الوضع في مدرسته الجديدة ألف الولد الوضع غيرناها من اللازم إلى المتعدي يجب أن نبدلها تتابع الجمهور في الحضور إلى الحفل ألبس شاهد أضع خط تحت المفعول به وأذكر له علامة إعراب مصدق الكاتب مصدق الكتاب هو خط مستمر الكتاب يعني إذا قلت الكتابة اسم ضابط أحسن يس تفضلوا مفعول به
إدبيا أدبيا كيف تكون مفعول به؟ أي نوعه استفهام له حق الصدارة. يلا تفضل. ساعدك أخوك في حمل الصناديق. الكافي سعادك. الكافي سعادك. ضمير متصل. ضمير متصل أحسن. ماذا طبخت الأم اليوم؟ ماذا اسم موصول؟ لا اسم استفهام. اسم استفهام. كل الخطأ عليك أن تصحح. جاد. إياك اسم إشارة. إياك. إياك سمحت. إياك. إياه ضمير منفصل. فاطمة. صديقنا الغالي فؤاد. فؤاد. صديقنا اسم ظاهر. جيد. جاد. طبعت الذي وثقت به. الذي اسم إشارة. الذي اسم إشارة أحسن. غيره. الجملة التي بعدها. تفضل. صافحته بالحرارة. أين المفعول به؟ صافحته. الهاء في صافحته. ما نوع هذا الهاء؟ ضمير متصل. الجملة الأخيرة. جرب أخي أن يكتب بيده اليسرى. أن يكتب مصدره. أن يكتب مصدره. أحسن. جميل. أعلم تحت الخط فيما يلي. من تحب؟ من؟ اسم موصول مبني وقف محل. مبني على سكون وقف محل. أحسن. إياك. إياك ضمير منفصل مبني على الفتحة الظاهرة في محل نصب مفعول به مقدم. وهو مضاف. احترم الذي اسمه موصول مبني وقف في محل نصب مفعول به. أحسن. ساعدت هذه. هذه اسم إشارة مبني على الكسر وقع في محل نصب مفعول به. جيد. فاطمة. تقربني. فعل مضارع مرفوع على مترفعه الضمة الظاهرة وفعله ضمير ضمة ظاهرة على آخره. والنون ضمير متصل مبني وقع في محل. والنون الوقاية. والياء. والياء ضمير متصل مبني وقع في محل رفع. نصب مفعول به. أحسنتي. أين الفاعل؟ تطربني الطيور بزقزقتها. أحسنتي.